الهدف من بروتوكول التعاون هو يعني بشكل من الأشكال متسق مع رؤية القيادة السياسية في نضج العملية الديمقراطية وفي أن يشارك الجميع في ممارسة حقوقهم السياسية بحق الترشح وبحق المشاركة في الانتخابات الرئاسية والمحلية والاستفتاءات. والحقيقة يعني احنا بنشوف ان اشراك الاشخاص ذوي الاعاقة ومن اولويات الدولة لخدمتهم ولمساواتهم بغيرهم من المواطنين، مش بس الاشخاص ذوي الاعاقة، الحقيقة كافة الفئات المحلية. يمكن الفترة القادمة بيشهد التعاون ربط شبكي أكتر، تعاون في الإدلاء ببيانات من وزارة التضامن، من قواعد البيانات اللي بتجمعها سواء عشان بطاقات الخدمات المتكاملة أو كافة خدمات التأهيل والدعم النقدي. هو متعلق بقاعدة بيانات الناخبين، الهيئة الوطنية طبعا باعتبارها المنوط بها الإشراف على العملية الانتخابية، وإعداد قاعدة بيانات الناخبين. يهمها جدا أن تكون قاعدة البيانات تشمل على الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لتيسير الأمور لهم أثناء العملية الانتخابية وتمكينهم من مباشرة حقوقهم السياسية. فكان اللقاء والتعاون بيننا وبين معالي الوزير النهاردة وزارة التضامن على أن احنا نتبادل البيانات الخاصة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، تكون في تحديث دائم بيننا وبين الوزارة، في نفس الوقت بنبادل الوزارة البيانات والخدمات اللي بتقدم للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عشان يتم التعاون في هذا الأمر وتسهيل والتيسير ليهم أثناء إن شاء الله مباشرة العملية الانتخابية.